بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله حل تدريبات سلاح التلميذ على المفهوم الأول من الوحدة الثانية. أول نقطة، تتكون المادة من جسيمات. الجسيمات مالها؟ برافو اللي قال، متناهية الصغر. ودايما أقول لك اكتب فين؟ في المكان الفاضي. دي النقطة الأولى. جسيمات مين؟ متماسكة وقريبة. أقول له مادام متماسكة وقريبة يبقى الخشب. ليه خدت الخشب؟ لأنه مادة صلبة يا ولاد. توجد المادة في نقط حالات؟ أقول له توجد المادة في 3 حالات، صلبة وسائلة وغازية. اللي بعدها، أي من هذه المواد بتتحرك بسرعة كبيرة؟ أقول له يبقى الهواء. ليه؟ لأنه مادة غازية. جميع ما يلي له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ؟ أقول له يبقى الصلب والسائل والغاز. طب مين بقى اللي ما عدا؟ ما عدا الضوء. ليه؟ لأنه مش مادة. الضوء والصوت صورة من صور الطاقة وليست مادة. تشترك المواد الصلبة والسائلة والغازية في إن جميعها بيتكون من إيه؟ أقول له بيتكون من جسيمات. جميعها بتتكون من جسيمات. ليه؟ لأنها من المواد. يمكن تعيين وزن القطة. مين الشكل المناسب؟ أقول له الميزان الزنبوركي. والميزان الزنبوركي بيقيس الوزن وليس الكتلة يا أولاد. بينما الترمومتر لدرجة الحرارة، وعاء القياس للسوائل، الشريط المدرج للأطوال. تتكون المادة من إيه؟ أقول له من جسيمات يا ملك متناهية الصغر. أي من هذه المواد يا عائشة ليس له حجم أو شكل ثابت، يعني فشل في الاثنين، يبقى ناخد بخار الماء لأنها من المواد الغازية. من أمثلة المواد الصلبة؟ أقول له مكعبات الثلج، بينما الباقيين ما بين سوائل وغازات. إذا أردت قياس طول فصلك، مادام طول يبقى نستعمل مين؟ شريط القياس المدرج، هو اللي بيقيس الطول. أي مما يلي ليس من خصائص المادة السائلة؟ ليس من خصائص المادة السائلة، يبقى ناخد مين؟ برافو اللي عليك اللي قال حجمها متغير. ليه ما خدناش؟ لأن حجمها ثابت. عند تبريد الماء فإن جسيماته، أي شيء بيبرد يبقى متكتف، يبقى مش عارف يتحرك، يبقى جسيماته مالها؟ تتحرك ببطء. حتى الإنسان في الشتاء بيبقى إيه؟ مكرمش في نفسه كده. طيب آدي الصفحة الأولى، ونيجي للصفحة الثانية وسؤال أكمل والمرتبط برضه باختيارات. يأخذ الزيت إيه؟ أقول له شكل الإناء الحاوي له، ونختار كلمة شكل. يوجد من جسيمات المادة إيه؟ حيز كبير وحرية تامة. أقول له يبقى المادة الغازية. اللي بعده، أي مما يلي له كتلة ويشغل حيزا؟ أقول له يبقى نختار الكتاب. طب ليه ما اخترتش الصوت؟ لأنه صورة من صور الطاقة. تكون جسيمات الحديد مالها؟ مادام حديد يبقى الجسيمات بتاعته يا أولاد بتبقى متقاربة من بعضها. تساعدنا مين على فهم الأشياء؟ أقول له النماذج. النماذج بتساعدنا على فهم الأشياء اللي ما بنقدرش نشوفها ولا ندركها. النقطة الستة، تزداد سرعة حركة جسيمات التلج ويتحول إلى ماء بإيه؟ أقول له بالتسخين. التلج لما يتسخن يتحول إلى مية. الأكسجين المعبأ في أسطوانة يبقى مادة إيه؟ الأكسجين غاز، يبقى مادة غازية. حركة الجسيمات في المادة السائلة؟ أقول له أيوة، بتبقى أسرع من المادة الصلبة. عند وضع الماء السائل على النار سرعة جسيمته ايه؟ تزداد. طب ايه اللي زودها؟ درجة الحرارة العالية بتاع البوتاجاز. نيجي للنقطة اللي بعدها وهي النقطة العاشرة، يستخدم مين في قياس درجة حرارة المية؟ مادام درجة الحرارة وانت مغمض يبقى الأداة المستعملة هي الترمومتر. مجسم الكرة الأرضية من النماذج الايه؟ أقول له من النماذج المصغرة، لأن الكرة الأرضية كبيرة وهو بيصغرها. تشترك الحالة الصلبة والسائلة في إن عندهم إيه ثابت؟ أقول له في إن عندهم حجما ثابتا، الحجم ثابت في الاتنين. طب السائلة والغازية، هما الاتنين اتفقوا على إن مين اللي متغير؟
الشكل هو اللي متغير في السائل والغاز، تحول المادة إلى الحالة إيه أثناء طهي الطعام يعمل على انتشار الرائحة. أقول له ما دام انتشار يبقى الحالة الغازية زي انتشار العطر والبخور والبرفانات. السؤال اللي بعده صح وغلط، يلا نجاوب مع بعض سؤال الصح والغلط. اللبن له شكل ثابت مهما اختلف شكل الإناء الذي يوضع فيه. إجابة خاطئة. يمكن ضغط كل من البخار والأكسجين، أيوة لأنها مواد غازية. طاقة جسيمات السوائل أكبر من الصلب، أيوة عندها حرية حركة. جسيمات المادة الغازية بتتهز في مكانها، غلط دي المواد مين؟ الصلبة وليست الغازية. من أمثلة المواد السائلة الزيت والأكسجين، غلط لأن دخل الأكسجين غلط ده مادة غازية. عند التسخين تكتسب الجسيمات طاقة فحركتها تزيد طبعا بسبب درجة الحرارة المرتفعة. النماذج تساعدنا على فهم الأشياء صح يا ولاد. تمتلك الجسيمات السريعة طاقة حركة أكبر، أيوة طبعا عند تسخين الإيه التلج وتحوله إلى ماء. مادام بقى مية الجسيمات تقرب من بعضها، لا يا عم غلط العكس هو اللي صحيح. من خصائص المادة السائلة إن الشكل والحجم متغيرين، غلط ده الحجم ثابت في المواد السائلة. قوة التماسك بتبقى أكبر في الحالة الغازية، كلام ده إيه؟ كلام ده غلط دي مفككة ومتباعدة. جسيمات المادة الغازية مترابطة مع بعضها، برضو غلط دي مفككة ومتباعدة عن بعضها. نيجي للورقة الثالثة والأخيرة وسؤال وصل. حالة للمادة تتباعد فيها الجسيمات ولكن الحجم ثابت، ما دام الحجم ثابت يبقى المادة السائلة. حالة تهتز فيها الجسيمات حول موضعها يبقى المادة الصلبة. حالة للمادة الجسيمات طاقتها كبيرة يبقى المادة الغازية. نيجي للسؤال الأهم المصطلح العلمي، ومعانا كم نقطة يا مودة؟ معانا 6 نقاط، والشاطر يجاوب مع المستر. كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ، يبقى ده تعريف المادة. المادة اللي عندها حجم وشكل ثابتين يعني نجحت في الترمين، يبقى المادة الصلبة. وحدة بناء المادة هي مين؟ الجسيمات يا ولاد. نسخة مشابهة، أقول له من غير ما أكمل، أول ما ألاقي نسخة مشابهة يبقى الإجابة النموذج. السؤال اللي بعده، حالة من حالات المادة الجسيمات غير متماسكة وبتتحرك بسرعة كبيرة، يبقى مين يا ولاد الحالة دي؟ برافو اللي قال، الحالة الغازية. مادة لها حجم ثابت ولكن بتأخذ شكل الإناء، يعني نجحت في واحدة وسقطت في واحدة، يبقى دي المادة مين؟ برافو اللي قال، المادة السائلة. كده خلصنا سؤال المصطلح العلمي ونيجي لسؤال الأكمل، السؤال السادس. سؤال أكمل بيقول تتقارب الجسيمات من بعض وشكلها منتظم، يبقى الحالة إيه؟ الصلبة. يمكن قياس طول القلم الرصاص باستخدام مين؟ مادام القلم الرصاص يبقى طول، مادام طول يبقى نستعمل شريط القياس. يعتبر من نسخة مشابهة قلناها من شوية النموذج. عند تسخين الماء بتزيد حركة جسيماته ويتحول إلى إيه؟ المية لما تسخن تتحول إلى بخار الماء يا ولاد. يعتبر الزيت مثال للمادة السائلة. الميزان الزنبرك بيقيس إيه؟ بيقيس وزن المادة، ولكن مين اللي بيقيس درجة الحرارة؟ الترمومتر يا ولاد. جسيمات المادة مين؟ بعيدة جدا عن بعضها. أقول له جسيمات المادة الغازية اللي المستر دايما يقول مفككة ولذلك يكون شكلها متغير زي البالونات. ونيجي للسؤال السابع والأخير ومعانا 6 نقاط. النقطة الأولى، الجسيمات في الحالة السائلة بتبقى ماشية ببطء، أقول له غلط بدل السائلة نكتب الصلبة. النقطة الثانية، مين اللي بيمتلك القدرة على الانتشار وملء حجم أي إناء يوضع فيه؟ مين ده يا ولاد؟ الماء السائل بينتشر؟ لا ده الانتشار دي صفة من صفة مين؟ الغاز. يبقى نقدر نقول يمتلك الغاز ونقدر نقول بخار الماء.
البخار المتصاعد من غلاية المية الموضوعة على الموقد ده مثال للمادة إيه؟ الغازية. جسيمات المادة في الحالة الغازية بتبقى إيه؟ أقول له مش متماسكة. أمال؟ غير متماسكة، وممكن أقول متباعدة، وممكن أقول مفككة. كلام جميل. يمكن استخدام مين لرؤية جسيمات المادة؟ المجهر الإلكتروني أو الميكروسكوب الإلكتروني. مين اللي له حجم وكتلة؟ مش الطاقة ولكن المادة. بكده خلص التدريبات المفهوم الأول من الوحدة الثانية، حليناها مرتين، مرة كل واحد سؤال ومرة تحريري من المستر. يا رب تكون سهلة وبسيطة بإذن الله يا ولاد.